Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rahmawati Sandu bi raqmi talib 25119075. Bismillahirrahmanirrahim. Toyib wa ana di toksifia di tasbih bi raqmi talibi 20 5100 119017. نحن من جهادة تعليم الأحياء بفصل 3 و 4 كلية التربية والمؤلمون بجامعة الدولة الإسلامية على الدين في مكسر. هذا الفيديو سنقرد فيديو محادثة باستعمال اللغة العربية تحت الموضوع الأطلع. في هذه الأطلة الفصلية أين ستذهب في الأطلع؟ ممكن سأذهب إلى منزل جدي في كوريا. وأنت؟ هذا يعطي أنه لا يزال هناك كثير من حمل الجاموس والأرثى في قرية. سأذهب إلى جزيرة لوك مع أسرتي. أتعلم؟ هذه جارية قريب من جاري في بالي. منزل في قريتي بل في قريتي لا يوجد جاموس كثيرا. هكول الأرض أيضا باستعمال أدوات زراعية. أكثر حداثة والآن مزرعة في قريتي الجدي حقيدة كثيرا واستبداله ببناء المنزل. ما شاء الله، على الرغم من أنه في القرية يبدو وأكثر مثال جو القرية إذ قال لا يزال هناك جاموس وهم للأرض. ثم الخطة كما عادت سأسبق الأعمال تدي مثل زراعة الأرزاء حصاد الأرزاء وأعمال الأرزاء. هل أستطيع أن أطلب هدايا تذكارية من لومبوك؟ في لومبوك سأذهب إلى جريرة الكرويد لأصل في البحر، لأنني أحب أصل في البحر. ما شاء الله، منصرة بالتأكيد. هل أستطيع أن أطلب هدايا تذكارية من لومبوك؟ نعم تفضل. ماذا تطلب هدايا تذكارية؟ ميلي كريسلو سعيلو وسلجا. أوكي؟ نعم، سأحمل إليك الرمل والسلجة. نعم صحيح، سأنذرك لعل أطلتك بالسعادة. نعم شكرا. أوكي شكرا. عفوا.